هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مشاهدي لوسيت تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج لوسيت برونوستيك باي كوتي سبور، البرنامج الخاص بتوقعات نتائج مباريات الوطنيه والدوليه. سعيد انني استضف هذه الحلقه الصحفي المقتدر نوردين غريغي. سي نوردين، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوه. مرحبا بجيلو طاقم لوسيت تي في. سي نوردين، غنتكلموا اليوم على مباريات الجوله العاشره من البطوله الاحترافيه انوي، ونبداو باول مقابله اللي غتجمع بين فريقي اولمبيك اسفي والنهضه البركانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاولمبيك اسفي جايين من النتيجه ايجابيه ضد فريق ديال الزمامره. بالنسبه للنهضه البركانيه هزيمه، يعني هادو دي شي حويجات اللي لابد الانسان يفكر بهم قبل الانسان كيفاش كيسافر كيفاش كيبريباري الماتش ديالو. نتمنوا الشفاء، مع هضروا على اسفين، نتمنوا الشفاء للسكيتيوي. كاين الاستاذ كرما اللي مكلف دابا، اذا بالميدان الامور شويه صعيبه. نقدروا نقولوا بركاني بغيو مباركه عليهم من اللي دفات. نقدر نقول يكون التعادل. مباراه القمه ديال الجوله هذه، ديربي البيضاوي الذي سيجمع بين فريقي الوداد الرياضي والرجاء الرياضي. اخ عبد الجليل، هاد 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 الدوره العاشره يعني فيها مقسومه على جوج، بعدا كاينات هي الاولى، شي غير يلعب في مارس وشي غادي يلعب في افريل. اذا الديربي انا ما عرفتوش علاش تطبق، هذه وحده. بالنسبه كيفاش غتكون المقابله، الوداد شويه كي قال لك مقلعين، الرجاء كذلك جاوا رجعوا من كانا من الانتصار. مقابلة ديال الديربي كيكونوا ديما صعاب، لا في البرونوستيك لا في التحضير ديالهم. ماشي نقول لك رضيو الجميع ولا شي حاجه، ولكن انا كيبان ليا زعما كاينين دي بوتونسياليتي، كاين بالنسبه للفرق بجوج عندهم دي بون جوور صراحه. يعني لقيت الرحيمي اللي دابا ديال دي عند الرجاء، لقيت الوداد مسوفا جايين مزيان. نقدروا نقول لك تعادل، ولا بغيتي كاع النتيجه نقولها لك نقولها لك، ماشي مشكل. اعطينا التوقع ديالك طبيعي الحال. اذا كان جو اوفير الا بقات هذا يقدروا يسالوا بجوج جوج. مباراه الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدي، هادو من المباريات اللي غيتلعبوا في طال شهر 4، سو كي بيدير المدربين ولا الجمهور المتابعين باقي عندهم الوقت باش يعني لي برونوستيك. ما سي توجور يعني برونوستيك، يعني غمض عينك هو غيجي له 3-4. الدفاع لابد 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 يرجعوا من بعد الهزيمه كانت فوج داك شويه كانت قاسيه، وسمعت الاذاعات الوطنيه ولا الفيسبوك ولا شي حاجه يعني داروها كارثه 4-0 كانت كارثه. زعما كان واخا يعني شويه الانسان كيزيد شويه في هذا، ولكن كارثه زعما كان 4-0. شباب محمدي كذلك كينهزموا تما في الميدان ديالهم. اذا الفرق بجوج غادي يبغيو يتصالحوا مع الجمهور ديالهم، مع المسيرين ديالهم، مع لو جور ديالهم. نخليوها في اطار ديال 1-1. نمشيو لمقابله اتحاد طنجة والجيش الملكي. الاتحاد الرياضي الطنجاوي اللي كيفاجئ مره كيفاجئ، الجيش الملكي كيرجعوا ما غاديش نقول المدرب البلجيكي ولا الطالب، يعني الطالب هو ديالنا كان مزيان، المدرب البلجيكي يعني جاب شي خطط جديده باقي ما عرفناش حنايا. شويه زاكس جورناليست كنعقلوا على الجيش الملكي ديال التيمومي ديال هذا. اذا كاين شباب نظن انا المقابله واخا غادي نبقى نكثر عليك التعادلات، ولكن انا كيبان ليا الجيش الملكي ما غيبغيوش يخسروا. اذا النتيجه تعادل، ما غادي ما كنظن الجيش الملكي ما غاديش يخسروا، اذا تعادل. نمشيو لمقابله المغرب التطواني ونهضه الزمامره. الزمامره بعض المرات كيديروا شي نتائج يعني غير ما كتفهمش، بحال داك العام فاش كانوا مشاو بركان غلبوا بركان، هذا العام ادوميسيل كيخسروا، وهما غاديين فواحد من سوء الى ما نقولوهاش، ولا من سوء الى سوء يعني لون تيرن روج. الاخرانيين صراحه هي هذه، خصهم يعتقوا راسهم، ولكن مع المغرب التطواني
نخليو شويه الامل، نخليو الامل، نخليو الامل ديال فريق الزمامره والمغرب التطواني يمكن يسمحوا لنا شويه، ولكن لابد يعني غتكون واقيلا دانيال كارت المدرب، ماشي المدرب ميمار، مش المدرب مشاوجه، ولكن اوبليجي اوبليجي التعادل، اوبليجي اوبليجي بالنسبه للزمامره، اوبليجي التعادل، اوبليجي غادي يلعبوا التعادل. طيب نمشيو لمواجهه المغرب الفاسي والفتح الرياضي. المغرب الفاسي بعد المهم تحيه لجريندو جا غاموندي كانوا نتائج مزيانه، نقدر نقول لك المغرب الفاسي ينتصروا في هذه المقابله. معك رابيد. نمشيو لمقابله حسنيه اكادير وسريع واتس. الحسنة أكادير سريع واتزم، الحسنية في أدوميسيل، واتزم يعني تهما يا ديهو أي ديبا، الحسنية انتصار. المقابلة الأخيرة تجمع بين يوسفية برشيد ومولودية وجدة. مولود وجدة منتعشة باللي قلت لك الانتصار ديال 4-0 أمام فاش قلت لك أمام 4-0 كونتر الدفاع الحسني الجديد. مدرب فرنسي يوسف يتبرشيد ما بقاش داك دابا هنا في هذه البطوله، ما بقاش داك العامل ديال الميدان، ما بقاش سورتو ما كاينش الجمهور، سورتو الكوفيد ما بقاش داك العامل. نخليوها في اطار ديال جوج جوج تعادل، وحنا كنتمنوا يعني حظ سعيد لكل الانديه الوطنيه. السيد كلاكي نتمنوا البرونوستيك ديالنا يكونوا نعم، نتمنى ذلك، وشكرا السيد كلاكي مره اخرى على قبول الدعوه. شكرا. وحنا كما العاده مشاهدينا اعطينا توقعاتنا في انتظار الاراء ديالكم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.